تواصلنا مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام وانطلاقة أشواط صباح هذا اليوم، شوط تلو الآخر في هذا الاندفاع، الشوط الخامس عشر تعلن فيه الانطلاقة عن البكار الفطامين، الفطامين الذي بعد فترة سوف تكون الحقائق وتكمل مسيرة هذا الانطلاق في هذا الموسم القادم إن شاء الله. نسير مع المركز الأول، نسير مع الانطلاق الأول، تسيطر على مقدمة الشوط وتقود المشاركات مياسة، مياسة محمد بن سالم بن محمد بالضبيعة تتقدم وتقود مساري هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز اللي تتقدم زعزعة، تعود ملكيتها لحمد بن سالم بن علي الوهيبي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث شوف التدخل والانطلاق، هذه نجود، نجود محمد بن راشد بن مارخان الكتبي تتقدم على المركز الثالث، والرابعة وصلت فيه الشاهينية لسعيد بن عبيد الضبيعة الكتبي، والمركز الخامس من الجانب الآخر هذه تدخلت اللي هي مناورة، مناورة حمد بن نايع بن راشد الغفلي تتقدم في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، هذه الخمس المراكز هذه المتقدمة، والشوط يحمل أعداد والشوط يحمل تحديات، ولكن لازالت السيطرة واللي غيرت إلى المقدمة هذه زعزعة، زعزعة غيرت حمد بن سالم بن علي الوهيبي قادت مساري هذا الشوط. تبس سلامات من الأهباب إلى أهالي السلطنة، مسيطرة على مقدمة الشوط، ولكن لا زال التنافس وارد ولا زال التحدي. يا سلام، هذه مناورة حمد بن نايع بن راشد الغفلي يتقدم، ويتقدم كذلك اللي هو محمد بن راشد بن مارخان مع نجود، مع نجود، ووصلت اللي وصلت مرموقة، مرموقة لناصر بن ساعد الهاشمي، ولكن الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة التنافس والتحدي، ولكن لا زالت زعزعة حمد بن سالم بن علي الوهيبي انتزعت ناموسي هذا الشوط. المركز الثاني وصلت فيه مناورة لحمد بن راشد أو حمد بن نايع الغفلي، والمركز الثالث اللي هي مرموقة ناصر بن ساعد الهاشمي. التوقيت الزمني 2:14 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز.